العربي اليوم تقريبا ما شاهدناش في اي محاوله من ناحيه الهجوميه. صحيح. حتى في منطقه 18 متر لاحظناه في الدقيقه 42. تصور ليش ابعدها المدرب عن ليكون قريب من مرمى الاخويا للهجمات المرتده؟ ليش خلاه بعيد؟ لانه التنظيم الدفاعي كان متاخر اكثر من اللازم، وهذا لا. اجبر ايزيكال وايش كان على انه يتراجعوا اكثر من اللازم. ثم نفس الشيء الكرات الطويله اللي